كل سنة حضراتكم طيبين. العيد على الأبواب، وزارة التموين أعلنت عن طرح منتجات كعك العيد بأسعار مخفضة بتوصل ل 25% مقارنة بأسعار السوق، وكمان هيكون في نسبة خصم ممكن توصل ل 10% لطلبات الجملة والكميات الكبيرة. كحك العيد موجود في كل البيوت والناس كلها بتبقى مستنية. يعني الدولة هتعمل كحك، والكلام ده بتعمله شركة مخابز القاهرة الكبرى التابعة لوزارة التمويل. الشركة هتعمل على ضخ هذه المنتجات وتوفيرها عشان يستفيد منها كل المواطنين. خلينا نسأل اللواء علي أشرف رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى عن هذا الأمر. بعد التحية يا فندم، عايز أسأل تحديدا، هل المنافذ الحكومية اللي بتبيع العيش المدعوم هتبيع الكحك، ولا المواطن العادي اللي عايز ياخد كحك العيد بأسعار تصل ل 25% من سعره أو 10% من سعره ياخدها منين تحديدا؟ صباح الخير على حضراتكم، كل سنة وحضرتك الشعب مصر كله طيبين. وحضرتك بالنسبة لبيع منتجات رمضان، هي المفروض ان هي ليها منافذ مستقلة علشان ما يحصلش تداخل في استخدام الكروت بتاعة الخبز البلدي. وبالتالي احنا منافذنا منتشرة على مستوى محافظات القاهرة والجيزة، بالإضافة لكل مجمعات السلع الغذائية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بجميع المحافظات، وجه بحر ووجه قبلي، كلها بتعرض منتجاتنا في المنافذ بتاعتها. واحنا عندنا 15 منفذ منتشر في محافظات القاهره والجيزه. تمام. طيب منتجات كحك العيد هتكون موجوده بنسب يعني اقل من سعر السوق بحوالي 25%، ولكن بنفس الجوده يا سياده اللواء؟ احنا حضرتك حريصين جدا طبعا، احنا معنيين بتوفير منتجات رمضان للشعب المصري في كافه ارجاء البلاد، واحنا مكلفين بان احنا نوفر هذا المنتج بجوده عاليه وباسعار متميزه جدا تحقق التوازن في الاسعار، علشان يعني موجه الغلاء اللي كانت موجوده خلال الفتره الاخيره. اكيد. طب وعلى هذا الاساس احنا بنتكلم، او يمكن منا سالت على قصه الجوده، احنا هنتكلم على العدد المتوفر، مثلا الكيلو قد ايه، النص كيلو قد ايه، الربع كيلو قد ايه، اهم الاماكن او المنافذ اللي ممكن المواطن المصري يتوجه اليها من اجل الحصول على هذا الامر. هو احنا حضرتك عندنا طبعا عندنا العلب المنتجات الفرديه اللي هي بسكويت كعك قريبه بتفور، ودي بتبدا من 1 كيلو واسعارها طبعا بتبدا من 140 جنيه للكيلو. بعد كده عندنا العلب المشكله، علب المشكله برضو بتبدا من 1 كيلو و2 كيلو و3 4 5 كيلو، ودي بتبدا من 155 جنيه للعلبه. وطبعا البيع بتاعنا في كل المنافذ بتاعتنا، ومنافذنا مرفوعه معروفه وموجودة في محافظات القاهرة والجيزة، في موجودين في شبرا، وموجودين في مدينة نصر، وموجودين في المعادي، وموجودين في متعقبة، وموجودين في كل المناطق في القاهرة والجيزة، ومنتجاتنا موجودة في كل فروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية. عايزين نسأل، الكميات متاحة للجميع؟ احنا قلنا ان في تخفيضات ممكن توصل لسعر الجملة، لكن الفرد العادي متاح له كميات كبيرة يقدر يستفيد بيها؟ احنا حضرتك بالنسبة لنا المتاح المواطن ياخد اي كمية هو عايزها. احنا انتجنا فعليا حتى الان ما يزيد على 35 طن، والانتاج مستمر لغاية لما نخلص كل احتياجات السوق، ومتاح للمواطن ياخد اي كمية هو عايزها. واحنا بالنسبه للتجمعات وبالنسبه للجمعيات الخيريه ودور الايتام وكل المؤسسات الاجتماعيه، احنا بنعمل لهم تخفيض يتجاوز 10% كمان. يمكن الحصول عليها ازاي؟ يعني لو حد مثلا مسؤول عن جمعيه خيريه او دار ايتام يتوجه ازاي؟ ياخد الخصم ازاي؟ التواصل مباشره مع الشركه، واحنا عنواننا رحب بيت حضرتك 44 شارع وادي النيل في المهندسين. كل الشكر ليك اللواء علي أشرف رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى. كل سنة وحضرتك بألف صحة وخير يا رب.